بسم الله. الجزء الثاني من التجربة رح يكون عبارة عن تيست للشوجر. تعرفنا على الشوجر، عملنا لهم كلاسيفيكيشن، هلأ رح نعمل تيست لهدول الشوجر. أول تيست رح نتطرق له هو المولش تيست. طبعا كل تيست نسبة اسمه رح يكون نسبة للعالم اللي حط هذا التيست. فعندي أول تيست هو المولش تيست، لخصنا لكم إياهم في تيبل لحتى يسهل دراستهم وحفظهم. فعندك الخانة الأولى أو الخانة اللي موجودة عندي هون تيست، اسم التيست مولش تيست بينيديكت بارفود سولونوف وبايل تيست. هون رح يكون عندك الرياجنتس، إيش الرياجنت رح اللي أستخدمه في كل واحد من التيستس الموجودين عندي. use for لمين؟ لأي نوع من الكربوهيدرات بستخدمه؟ إيش الريزلت اللي ممكن تطلع معي؟ وإيش هي الميثود أو البروسيجر اللي أنا رح أستخدمها؟ بداية مولش تيست، مولش تيست الريجنت هون رح يكون ألفا نفثول بلس H2SO4، H2SO4 كونك أسيد رح نستخدمه، لازم يكون ندير بالنا وإحنا بنشتغل فيه. وأي إشي كونك حكينا وين بيكون موجود؟ رح يكون موجود بالفيوم هود في اللاب. Okay. Use for all carbohydrates. كل الكربوهيدرات اللي بتعرفهم واللي تعرفنا عليهم هناك بيتفاعلوا مع المولش. إذا المولش بيميز لي الكربوهيدرات عن أي إشي آخر. ليش؟ لأنه كل الشجر بيتفاعل معه. الريزلت اللي بتطلع معي راح تكون إيش؟ Purple complex ring. Okay. بيطلع عندي لون نهدي على شكل حلقة. ليش على شكل حلقة؟ لأنه حسب البروسيجر اللي أنا رح أستخدمها، رح أستخدم البروسيجر كالتالي. رح أخذ 1 ملي من الكربوهيدرات، أي كربوهيدرات، أي واحد من المحضر الموجود عندي في اللاب، سواء كان مونوساكورايد، سواء كان دايساكورايد، سواء كان بوليساكورايد، أي واحد من الموجودين المحضرين الموجودين عندي في اللاب، رح نأخذ 1 ملي منهم، نضيف لهم 2 دروبس من المولش، 0.5 ميل من H2SO4. التست تيوب اللي راح استخدمه لازم يكون مائل بمقدار بدرجة 45، اوكي بيكون مائل، فأنا بحطهم بيكونوا هيك بشكل مائل، بعد هيك بوقفه. لما بوقفه بيكون عندي رينج صغيرة هون، رينج صغيرة، هاي الرينج الصغيرة هي مكان تكون البرودكت. هيك راح تشوفون رينج لونها بيربل. اوكي كل الشجر اللي راح تحضرهم رح يعطوك positive result. هذا التفاعل دايركت، مجرد ما شغلته بيطلع لك الريزلت. الرياكشن الثاني البينيديكت. البينيديكت هو ايه؟ او التست الثاني البينيديكت. البينيديكت عبارة عن كبر صلفيت COSO4 in a basic medium، في وسط قاعدي. وانتبه هون، كبر صلفيت in a basic medium، في وسط قاعدي. طبعا مر معنى هذا التست الكبر سلفيت في بيسك ميديم مع البروتين. اتمنى ترجعوا تتذكروا ايش كان اسم التست وايش كانت الريزلت. اوكي anyway، مع الكربوهيدرات بيكون اسمه البينيديكت. كبر سلفيت في بيسك ميديم بيكون اسمه بينيديكت، رياكت وذ كربوهيدرات. مين الكربوهيدرات اللي راح يتفاعل معهم؟ فقط reducing sugar. ونركز هون على reducing sugar. مين هم reducing sugar؟ reducing sugar اللي هم المونوساكورايد and disaccharide except saccharose، ما عدا saccharose. إذن reducing sugar يعني نستطيع إنه نعمل cleavage للسكر الموجود في عندي، بنستطيع إنه نكسره. فالتكسير هون تحطيم السكر راح يكون مين أسهل؟ أكيد أسهل للمونوساكورايد وللدايساكورايد. الله للمونوسكراد والدايسكراد هون الرواد بتكون أضعف، فسهل إنه نعمل له ريديوسينج. ما عدا مين؟ ما عدا إيش؟ السكروز. وما ننسى السكروز هو من الداي سكروز، من الداي سكروز، من الداي سكرايد، هو الوحيد من الداي سكرايد اللي ما بيصير له إيه؟ ما بيصير له ريديوسينج. فهذا التست لا المونوسكرايد and للداي سكرايد except سكروز. طيب ايش الريزلت في البينيديكت تيست؟ ايش الريزلت اللي راح يكون عندك؟ بريك ريد، لون خلينا نحكي احمر قرميدي، نتيجه لتكون البرودكت اللي هو CO2O كبر اوكسايد، بيكون بريسيبيتيت لون بريك ريد. اوكي هلا بالنسبه للبروسيجر هون
كيف رح نشتغل؟ ان تست تيوب، طبعا ما ننسى هون الكميات اللي بنستخدمها هون بتكون بالعادة تقريبي، لأنه أنا هون ما هون عند التست كواليتاتيف أناليسيس، تحليل نوعي. إيش بقصد في كواليتاتيف تحليل نوعي؟ يعني أنا بهمني أعرف إيش المادة، فبالتالي ما بهمني أنا أعرف الكمية وأرقام وإيش التركيز وإيش كمية الفوليوم بالضبط، فأنا الكميات اللي بحطها بتكون رفلي تقريبية. anyway، نص مل من الشوجر، أي شوجر؟ أي شوجر موجود في اللاب، ولازم ضروري هون استخدم ايش؟ مونوساكرايد، استخدم دايساكرايد واشوف انه بيعطيني بوزيتيف ريزلت، وممكن استخدم او ضروري كمان استخدم ايش؟ السكروز. ليش؟ حتى اشوف انه بيعطيني ريزلت ولا لا. مبدئيا حسب الحكي النظري السكروز لازم يعطيني نيجاتيف ريزلت، يعني ما لازم يتكون بريكرد في هذا التست مع السكروز. اذا 0.5 مل شوجر، 2.5 مل ريجنت. ايش الريجنت؟ طبعا بيكون مكتوب على العلبه الريجنت، الريجنت مجهزين مع بعضهم البعض، الكبر سلفيت مع الان ابيسك ميديوم، بيكون مكتوب على العلبه بينيديكت تيست، فبناخذ منه 2.5 مل. بعد هيك بنعمل له ايش؟ هذا التفاعل حتى نسرعه بيحتاج الى بويل، بنعمل له بويلينج 5 مينتس، بنستنى عليه شوي، بعد هيك بنشوف الريزلت. الريزلت لازم يكون عندك بريك ريد بريسيبيتيت وين بوزيتيف ريزلت فور مونو اند دايساكرايد اكسبت سكروز. اوكي، ذيس از ا تيست. Now, test number 3, Parfood test. Parfood test عبارة عن كبر أيون in acidic medium. الكبر برضو منحصله من الكبر سلفيت، بس هون الكبر سلفيت ما بيكون في basic medium، بيكون في acidic medium. هون إيش منسمي التست؟ منسميه Parfood test. في هذا التست بيكون لمين؟ Just للمونوساكرايد. جاست للمونوساكرايد، يعني الموجودين عندي في التابل هون مونوساكرايد لهذا، يعني إذا أخذت أي واحد من هذا التابل راح يعطيك positive result. دايساكرايد بوليساكرايد negative result. okay. هلا مونوساكرايد إيش result راح تطلع؟ بريكريد كبر أوكسايد راح يتكون عندي. بالنسبة للبروسيجر، لا البارفود تيست نفس الشيء تقريبا، 0.5 ميل من الشجر، 2 ميل من الرياجنت. إيش بقصد بالرياجنت؟ الكبر سلفيت in acidic medium. ايش بيكون مكتوب على علبة الريجنت باتل تاعته؟ بتكون مكتوب عليها Parfood reagent. Boil for 5 minutes، بعد هيك بشوف الريزلت. ايش الريزلت راح تطلع معك؟ راح يطلع معك Precured كبر أوكسايد. اوكي، هذا التست بالنسبة للمونو ساكرايد، وبرجع بعيد Parfood just مونو ساكرايد. ممكن بالامتحان يجيك واحد من المونو ساكرايد، احكي لك مثلا الاريبينوز، اريبينوز بيعطيني بوزيتيف ريزلت مع البارفود، هذا الكلام صح ولا خطا؟ بدك تكون تعرف. ممكن احكي لك الاريبينوز بيعطي بوزيتيف ريزلت مع البارفود والبريدكت، هل الكلام هذا صحيح ولا لا؟ ممكن احكي لك كيف ممكن نميز بين السكروز والاريبينوز من خلال ايش؟ تيست معين، فانت بدك تميز مين اللي بيتفاعل في كل تيست من التستات الموجوده عندي هون. اوكي، ناو نيجي على سيلونوف. سيلونوف تيست هو عبارة عن الريجنت. سيلونوف ايش هو الريجنت الموجود عندي هون؟ موجود عندي ال HCl مع ريسوركونول، وبيحتاج هذا التفاعل الى هيت. هذا التيست سيلونوف لمين؟ للكيتو هيكسوز. اللي هم مين هم الكيتو هيكسوز؟ الكيتو هيكسوز اثنين، فراكتوز اند تاجاتوز. فراكتوز and تاكيتوز. طيب فراكتوز and تاكيتوز with HCl and ريسوركينول heat بيعطيني ايش result؟ بيعطيني bright red. ايش البروسيجر له؟ 0.5 ميل من الشجر، 2 ميل من reagent، boil 5 minutes راح اشوف الريزلت. برجع بحكي فقط عندي الفراكتوز والتاجاتوز بيعطوني positive result لانهم هم كيتو هيكسوز، ولانه السيلونوف تست لهم فقط، باقي ما باقي اي واحد من الشجر التانيين راح يعطيني نيجاتيف ريزلت. في هون عندي اكسبشن اللي هو ايه؟ بريلونج هيت، تسخين طويل للالدوهيكسوز بيعطيني بوزيتيف ريزلت. هنا سيلونوف مجرد تسخين 5 مينيت بويل، يغلي 5 مينيت بيعطيني ريزلت، لكن بريلونج هيت للالدوهيكسوز مجموعه الالدوهيكسوز اذا سخنتها فتره طويله جدا تعطيني بوزيتيف. هو لو تسخين 5 دقائق او بويل 5 مينيت ما راح يعطي ريزلت، ما راح يعطي، لكن بريلونج هيت بيعطي ريزلت. من هم الالدوهيكسوز، الالدو
هيكسوز، اي مجموعه يعني الالدوهكسوز. عن مين انا بحكي؟ بحكي عن الالدوهكسوز هدول. بريلونج هيت الهم بيعطي بوزيتيف ريزلت. اخر تيست البايلز تيست. البايل هو عباره عن شو؟ عباره عن HCl هيدروكلوريك اسيد بلس Fe بلس 3 والاوريسينول وهيت. هذا التست لمين؟ البايل. لازم طبعا كل ايش كل تيست نعرف ايش الريجنت اللي بنستخدمه، لشو بنستخدمه، وايش الريزلت. اوكي، كميثود مش مطلوب حفظ كميثود ايش بتحط على ايش، مش مطلوب. هلا الدو، هذا التست البايل تيست لمين؟ للالدو بنتوزز. الالدو بنتوزز مع الريجنتس الموجودين عندي هون ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني بلو جرين كومبلكس. بروسيجر 0.5 ميل from sugar، 2 ميل من reagent، reagent pile، piles reagent. okay، boil 5 minute راح يعطيني. إذا كان من الألدو بنتوز أنا عم بستخدم واحد من الألدو بنتوز، يعني هذه المجموعة الألدو بنتوز، أي واحد ربينوز لكسوز زايلوز أريبينوز، أي واحد من الألدو بنتوز with a pile test راح يعطي positive result، راح يعطيني blue green complex. اي شوغر غيرهم راح يعطيني، يعني الباقي اللي موجودين عندي هون راح يعطوني ايش؟ راح يعطوني نيجاتيف ريزلت. ما عدا في عندي هون كمان استثناء بري لونج هيت، بقصد بري لونج هيت تسخين لفتره طويله. انا هون عم بعمل بويل 5 مينيت، لو جبت الدو هيكسوزز عملت له تسخين 5 مينيت راح يكون نيجاتيف ريزلت. لكن بري لونج هيت هذا استثناء، بري لونج هيت للالدو هيكسوزز ما رضوا بيعطيني بوزيتيف ريزلت. اوكي، هذا التيبل اتوقع انه واضح. هذا التابل بيلخص لي جميع التست تاعون الكربوهيدرات، الريجنت لهم، لشو بنستخدم، والريزلت والميثود. بتمنى تدرسوه بشكل كويس، وزي ما حكيت لكم التجربه بيجي عليها اسئله كتير بالامتحان، وان شاء الله ان شاء الله اذا رجعنا لللاب رح نقوم بالجزء العملي اللي بخصها، نورجيكم الألوان، نورجيكم الريزلت لإلهم تجربة.